للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أربيل الخبير الأمني والاستراتيجي عياد الطوفان، ومن بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور إياد العنبر. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ أعياد، وخصوصا أن الوضع الأمني مشتعل ويبدو أن هناك حرب شوارع، سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء، نحن أمام أي انعطافة برأيك؟ تحية طيبة لك سيد العزيز، تحية لضيفك الكريم والمشاهدي قناتكم الكرام. في البداية أريد أن أوضح موقفي ورأيي الشخصي بما جرى ويجري. أنا على قناعة تامة أن الإطار التنسيقي والتيار الصدري كانوا من الفاعلين المميزين والبارزين في العملية السياسية التي دمرت البلاد منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة، لكن لنحسن الظن بما طرحه السيد مقتدى الصدر وتياره منذ عام بعد الانتخابات، خصوصا عندما طلب بتشكيل تحالف عابر للمحاصصة والطائفية أسماء إنقاذ وطن، كان مع الرئيس الحلبوسي والرئيس مسعود البرزاني. الجميع فرح بهذا التشكيل بأننا سنخطو خطوات بعيدة عن الطائفية وعن المحاصصة. هذا الأمر أثار الطائفيين وأثار الأطار التنسيقي. السبب في كل هذا جعلوا أسباب كثيرة، البعث والخليج وغيرها والتنسيق مع الآخرين وعودة البعث، هذه كلها أسباب واهية، لكن الأسباب الحقيقية هو دعوة السيد الصدر لفتح ملفات الفاسدين وفتح التحقيق في قضايا ذهب ضحيتها الكثير من العراقيين، سقوط الموصل ومحافظة صلاح الدين وأيضا الأنبار. طيب. شهداء سبايكر، شهداء صقلاوية، شهداء يثرب إلى آخره. لكن الآن وبعد مرور ما يقارب قريب عن السنة على إجراء الانتخابات التي كانت مبكرة لانتخابات رفضها الشارع ورفضها أبطال ودماء شهداء تشرين، الآن فشلوا حتى في الوصول إلى انتخابات مبكرة أخرى هي ستعيد وتدور نفس هذه الوجوه إن مرة ثانية، لكن عنادهم وتشددهم وتغليبهم المصلحة الخاصة والحزبية هي التي أدت إلى أن نفقد دماء هؤلاء الشباب اليوم الـ12 التي قطرة دم واحدة منهم تساوي برلمانهم هؤلاء الفاشلين. إذا نحن وصلنا إلى نقطة لا حوار، وهذا شيء مؤسف لأنهم فشلوا على مدار السنة. وصلنا إلى خيارات خمسة. الخيار الأول هو أن يستمر التيار الصدري بمحاصرة المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية بالاستعانة بسرايا السلام وجيش المهدي واليوم الموعود، ولذلك يسيطر على باقي المحافظات ويذهب إلى تشكيل الحكومة بقوة السلاح. الاحتمال الثاني العكس، أن يقوم الإطار بالتنسيق مع الحشد والميليشيات والشرطة الاتحادية وبعض من يتبعهم من القوات المسلحة ويقوم بتشكيل الحكومة، لكن الحالتين سنفقد بها دماء كثيرة. الخيار الثالث هو أن يسيطر الجيش على الأوضاع ويعلن الأحكام العرفية ويشكل حكومة طوارئ، وهذا أراه بعيدا لأن الجيش تقتله المحاصصة والحزبية. الخيار الرابع والخيار هو هذا أراه أقرب إلى التطبيق، هو أن يعلن السيد الكاظمي تعليق جلسات مجلس الوزراء، يعلق العمل بالدستور، يلغي البرلمان، يشكل حكومة طوارئ، وهو مقبول من الرأي الشعبي والدولي والإقليمي، خصوصا يبقى كوجه دستوري هو رئيس حكومة ويشكل حكومة تأخذ على عاتقها خلال سنتين قانون انتخابات جديد، مفوضية جديدة، قانون أحزاب جديد، ملفات الفاسدين ولو هذا لا يستطيع، أو الملفات الأمنية الأخرى ولا يستطيع. أما الحل الأخير هو أن تبقى هذه الفوضى وتزداد
وعليه يجب أن تتدخل الأمم المتحدة بإعادة العراق إلى البند السابع، ومن ثم هي تقوم بتشكيل حكومة يكون واجبها كما أسلفنا نفس الواجبات في الخيار الرابع، وهذا أراه أيضا أمر صعب. الصورة واضحة، لا حل لنا سوى الحوار. نعم. لا حل من سوى الدماء، الحوار ولا مزيد من الدماء، لكن الواقع يثبت عكس ذلك. أستاذ عياد، دعني أسأل الدكتور إياد العنبر في الخيارات والسيناريوهات التي ذكرتها، نحن أقرب إلى أي نقطة من هذه النقاط، وإلى أي حد بالفعل الكاظمي يستطيع أن يمسك بزمام المبادرة، لأنه كما يقول ضيفي رجل مقبول من جميع الأطراف؟ يعني مع كل الاحترام لحضرتك وللأستاذ عياد من أربيل، كل اللي طرحها حقيقة مع أنه السيناريوهات الأولى أعتقد هي الأقرب وليس السيناريوهات الأطرح. سيد الكاظمي لا يملك هذه المؤهلات، وليس قيس سعيد، وليس منتخب من الشعب. وسيد الكاظمي حقيقة هو جزء من هذه الأزمة، عندما تطاولت في أكثر من مرة فصائل مسلحة بالاستعراض داخل المنطقة الخضراء، هو أول من ضحى بهيبة الدولة في سبيل الحصول على الولاية الثانية أو البقاء ومجاملة هذه القوة، وكان ممكن أن يكبح جماح هذه القوة بالتمرد، وكان يمكن أن يكون رقما صعبا، لكن مغريات السلطة ومغريات البقاء بالسلطة لا تؤهله أن يأخذ هذا الدور، خصوصا أنه تنازل كثيرا عن هيبة الدولة. مقبولية الدولية شيء، والقوة الفاعلة على الأرض شيء آخر، السلاح متداخل، السياسة متدخلة، الكثير من التنازلات على حساب هيبة الدولة تم إعطائها بالفترة الأخيرة. أيضا السيناريو هو ليس بيان رقم واحد وبهذه السهولة، ولا يمكن الحديث عن العودة على الفصل السابع. الفصل السابع يتحدث عن دولة تهدد الأمن والسلم الدوليين، هل العراق بهذه الوضع لحد هذه اللحظة يهدد كل العراق؟ هو في بغداد وفي المناطق الوسطى والجنوبية، المناطق الغربية مستقرة، كردستان مستقرة. أيضا هل يقبل الشركاء والفاعلين الأساسيين في هذا النظام السياسي الذين يتحملون كل المسؤولية؟ المسؤولية ليست فقط الصراع بين الإطار والتيار، لو كان الكرد متفقين في قضية منصب رئيس الجمهورية لما وصل الحال إلى هذه القضية، كنا مضينا بحكومة الأغلبية التي دعا إليها السيد الصدر. السيناريو أن حقيقة يبدو أن هنالك غرور سياسي، تداخل بثنائية السلاح والدولة، الحكومة خارج المعادلة لحد هذه اللحظة، ولو كانت قادرة حقيقة لحمت المتظاهرين داخل القصر الحكومي، هي فشلت في هذه القضية. وهذا الدم الذي سال اليوم مع كل الأسف من قوات عسكرية وغيرها، لأنها لم تستطع أن تحصر رقعة الاحتجاج، ولم تستطيع أن تحمي المتظاهرين بقوة مهيئة من دون سلاح، وتمنع تماما استخدام السلاح، ولذلك أصبحت هي طرف في المشكلة وليس طرف في الحل. علينا أن نبعدها من خياراتنا، أن نفكر بخيارات الموضوعية. الصدر الآن دعا في دعوته من خلال المقربين إلى أنه سوف يبدأ بإضراب الطعام ويرفض العنف من كل الأطراف، حتى لو كان لمحاربة الفاسدين. الجلوس والهدوء، هذا فائض القوة الذي تم استعراضه اليوم من قبل جماعات قوى الإطار التنسيقي، من يملك السلاح وسرايا السلام، له حدود وضوابط معينة. أعتقد لحد هذه اللحظة رغم الضحايا التي سقطت، هو يدور في مناطق محددة وليس في جميع مناطق بغداد، وحتى المحافظات في مناطق محددة. الآن المبادرة، هناك الكثير من الأطراف ممكن أن تكون طرفا في الحل لا في المشكلة. الرغبة وحل هذا الموضوع يبدأ أولا بالتفكير بالخطوة القادمة، أما التصعيد بالخطابات وغيرها لا يمكن أن يحل المشكلة. سيد مقتدى اليوم قدم هذه الدعوة ودعا الأطراف إلى أنه الالتزام بعدم اللجوء للعنف، والسيد هادي العامري. يبقى المهم كيف السيطرة على هذا الأوضاع حتى نفكر بالخطوة القادمة. وهناك أستاذ إياد أيضا دعوة لكل هذه الأحزاب السياسية التي ظهرت منذ 2003 للخروج من المشهد كحل
ربما يعيد ترتيب الأمور في العراق. سأعود لهذه النقطة تحديدا، ولكن سوف نعرض هذه الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لحدوث اشتباكات ليلية داخل المنطقة الخضراء في بغداد، كما أفادت مصادر بإصابة رئيس أركان قيادة الشرطة الاتحادية خلال اشتباكات بالمنطقة الخضراء. نتابع ثم نعود للنقاش. أعود لضيفي وأستاذ عياد في هذه النقطة. كما شاهدنا حقيقة هذه الاشتباكات، هذه الحرب، حرب الشوارع إن صح التعبير، برأيك هل كما قال دكتور إياد هي اشتباكات يتم السيطرة عليها مضبوطة داخل مناطق محددة في المنطقة الخضراء في بعض المناطق في العراق أم لا؟ يعني نزول الأفراد المسلحين بهذا الشكل سيعيدنا إلى شبح الاحتراب الأهلي بعد هذا الانسداد السياسي. يا سيد العزيز، هذه العملية السياسية الفاشلة بأحزابها وسياسيها دائما ما كانت تحرج القوات المسلحة والقوات الأمنية بتحمل فشلها على مدار السنوات. وهنا لا ننسى شهداء 800 شهداء ثورة تشرين، حينها أصبحت المواجهة بين المتظاهرين والقوات المسلحة والسياسيين، كل من فر إلى دولته أو إلى منتجعه وعادوا بعدها ليشكلوا حكومة انتخابات مبكرة. الآن احتجينا عليها، شكلنا هذه الحكومة الانتخابات، الآن نحتج على نفس هذه الانتخابات، ولا أدري من يرضى بهذه النتائج إذا تشكلت أو إذا حدثت انتخابات أخرى. هذا من جانب. من جانب ثاني، ماذا كان يتوقع كل السياسيين من هذا التصعيد والتعنت والتزمت؟ هل كانوا يتوقعون غير هذا؟ خصوصا عمليات التظاهر أصبحت تصاعدية. طيب. في البداية دخلوا إلى المنطقة الخضراء وخرجوا، بدل ما الجلوس وعدم تكرار هذا، لا، صارت تظاهرات مقابل تظاهرات. ومن قال ومن يستطيع هذه الحروب، هذه ولا غيرها، مجرد أن تسيل الدم. ودائما على مر التاريخ الحروب سواء الداخلية أو الحروب مع دول أخرى من السهولة أن تندلع، لكن من الصعوبة جدا إيقافها. الدم لا يولد إلا دم، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، العاطفة والحماسة وتناقل الأخبار السواء الكاذبة أو غيرها واستخدام للسلاح والعتاد وسقوط ضحايا وشهداء وسيلان دم سيجر إلى دم. وعليه يجب على كل الواعين والشرفاء من السياسيين وغيرهم الهدوء وضبط النفس وطلب من والتعاون مع القوات الأمنية بحفظ النظام وعدم الانجرار إلى حرب خاسر فيها الجميع، لا سامح الله، كلنا عراقيون. طيب. لا سبيل لنا إلا الحوار. أما هذه الأحزاب يجب أن تنظم بقانون الأحزاب. يا سيدي العزيز، يعني معقولة إحنا عندنا 250 حزب؟ حتى الصين ما عدا هذا العدد اللي هم مليار وشوية.
ولذلك سيد عياد اسمح لي على المقاطعة. حتى أمريكا. لذلك سيد الصدر. دائما يكون أمام حزبين. نعم لذلك إحنا الصدر. هاي الأحزاب المجرمة. سيد عياد. هذه صورة واضحة. هناك تقبة في الأحزاب داخل العراق، لكن النتيجة أنه هناك تصارع وتناطح ولا يخدم المشهد العراقي في النهاية. دكتور إياد، يعني الصدر كما سبق وأن تكلمت أنه طرح فكرة أن تتخلى جميع الأحزاب الموجودة على الساحة العراقية منذ عام 2003، يعني أن تتخلى عن جميع المناصب السياسية والحكومية للسماح بحل هذه الأزمة المستعصية إن صح التعبير. اقتراح كهذا هل يبدو شيئا عمليا؟ هو حقيقة هذا الاقتراح لم لا يخرج، حتى نكون أكثر وضوحا وأكثر دقة، لم يخرج أكثر من دائرة استقطاب الشارع أو مناغمة الشارع في الرغبة من الخلاص من هذه الطبقة السياسية الحاكمة التي حقيقة أتفق مع أستاذ عياد بأنها لم تنتج إلا الخراب والفشل والفوضى، وهي مسؤولة تماما عن كل هذه التداعيات. هي مسؤولة عن فشل هذا النظام الذي بات يرتكز لا للانتخابات ولا للدستور ولا للإجراءات التي تتعلق بإدارة مؤسسات الدولة. هو يرتكز بالدرجة الأولى إلى مزاجيات الزعامات السياسية وتوافقاتها وصفقاتها، والتي لم تنتج إلا حكومات خاوية فاشلة، يكون بالنتيجة أنها ضعفها وخوائها ينعكس على قوة الدولة وعلى ثقة المواطن بهذا النظام السياسي، وأنتج هذا النظام السياسي الميت سريريا الذي لم تصبح مهمته إلا خدمة هذه الإقطاعيات السياسية. هذه الدعوة حقيقة على المستوى العاطفي يعني تتماشى مع هذه الرغبة، لكن على المستوى العملي حقيقة هنالك صعوبة في تقبلها، سواء كانت ليس على المستوى الشيعي فقط وإنما حتى المشكلة على مستوى التقبل السني. السنة ليس لديهم مشكلة بهذا الموضوع، لديهم الانتخابات الأخيرة أفرزت زعامتين، زعامة السيد الحلبوس وزعامة السيد الخنجر. الكرد أيضا متقاسمين هذه القضية، وهنالك هامش معين لبعض الأحزاب. المشكلة الشيعية شيعية. هذه الدعوة وهذه المشكلة الأكثر تعقيدا على المستوى العملي، كثير من عناوين الزعامات هي لا تشترك بالانتخاب، لا بل حتى أكون أكثر دقة، وأنها لا تؤمن بالانتخابات بل هي تتعالى على الانتخابات. في انتخابات الأخيرة وقبلها حتى هنالك أحزاب هامشية، أحزاب جديدة نشأت، زعاماتها التي تقدم نفسها باعتبارها زعماء سياسيين جدد يبرزون الساعة لم يشتركوا بالانتخابات. فإذا لدينا نوع من الغرور السياسي لدى الكثير من الزعامات التي تتوهم بشرعية دينية وزعامة عائلية وزعامة سياسية بأنها بحصولها على المنصب وزعامة. طيب الغرور السياسي هذا دكتور إياد، طيب هل خطوة الصدر هذه تضع حد لهذا الغرور السياسي برأيك، أم أنه خطوة في الهواء؟ لا، هي حقيقة خطوة حالمة، لا نريد أن نقول في الهواء، ولكنها خطوة تبحث عن مخرج غير عملي، هذا الوصف الأدق، لأنه لا قانون الأحزاب وليست هذه الزعامات التي يؤس المشكلة هي مشتركة بعناوينها. الآن الأحزاب كل القيادات التي تجلس وتتفاوض في الإطار التنسيقي وفي التحالف الكردستاني ونوعا ما حتى القيادة السنية، سيد الخميس الخنجر غير مشترك في الانتخابات، سيد مسعود، سيد باب الطلباني، الشيخ قيس الخزعلي، سيد هادي العامري، سيد المالكي، سيد عمار الحكيم، سيد العبادي، كل هذه العناوين التي هي جزء من الأزمة السياسية الحالية هي خارج المشاركة بالانتخابات، فكيف ممكن أن نبعدها؟ فهي ممكن أن تتحايل كما عملت في انتخابات 2021 الماضي، أكتوبر الماضي كان هنالك تحايل، قدمت حتى بعنوان مستقلين أو أحزاب ظل، ولذلك هذه على المستوى العملي غير قادرة على أن تضبط تماما، ولا ممكن أن تحل بقضية ميثاق شرف كما يحصل في الكثير من المرات التي يلجأ إليها هذه المراوغة السياسية والمناورة السياسية من قبل زعماء الكتل السياسية. سيد عياد، إلى أي حد العراق بحاجة إلى إعادة تأسيس عقد سياسي و اجتماعي كما يتحدث البعض، ولما لا
تصحيح الدستور والقوانين، ما المانع من الوصول لهذه النقطة برأيك؟ يا سيد العزيز، قبل ما نناقش هذا الموضوع، هم هؤلاء السياسيين جميعهم كلا في مكونه، هل بينهم تبادل للثقة؟ هل أحدهم يثق بالآخر؟ التسريبات الأخيرة كشفت هذا. من الذين تربطهم علاقات أكثر من 40 و45 سنة الآن يصفون بصفات أقلها الخيانة والعمالة والجبن. زين، كيف هذه أيضا ما بين المكونات الأخرى، سواء أو الأحزاب بين حزب وحزب آخر، حتى بين كما ذكرت بين المكون الواحد، هذه الثقة معدومة أبدا. هم يعتمدون على التحايل، هناك من صفاتهم النفاق والكذب، لا يلزمهم عهد ولا وعد، هم يفضلون المحاصصة ويغلبون مصالحهم الشخصية والحزبية على شيء اسمه وطن. لماذا هذا الخلاف؟ يعني حتى السيد الصدر عندما أقام تحالف إنقاذ وطن مع الرئيس الحلبوسي والرئيس مسعود البرزاني، كما ذكرنا الجميع فرح بأننا سنتجاوز الطائفية ونعبر عن المحاصصة، لكن قامت قيامة الإطار التنسيقي ولم تقعد، ويقولون هذا شق للصف الشيعي. كيف الشق؟ يعني هل سحب منكم أو من الشيعة كرسي رئيس الوزراء؟ هل اقتطع السنة أو الكرد وزارات من حصتكم؟ لا، إنما تلويح السيد الصدر بأن يكون للقانون دولة وأن يرجع بالحسابات التي التقادم عليها لا يلغيها، كما ذكرنا مجزرة الصقلاوية ومجزرة ديالة وأيضا مجزرة سبايكر وسقوط الموصل وملفات الفاسدين الذين جاءوا حفاة من العدم والآن أصبحوا مليارديرية على حساب المواطن وعلى حساب 40% من الشعب العراقي على خط الفقر. يا سيدي العزيز، هذه المصالح وهذه التناحرات هي أوصلتنا إلى هذا، وإلا قالها العراقيون قديما والآن أعيدها أيضا عن لسان كل العراقيين الشرفاء: إن تصالحوا سرقونا، وإن اختلفوا قتلونا. وهذا الذي الآن يجري، نحن أمام حصاد لكل ما زرعته هذه الأحزاب والسياسيين من عمليات المحاصصة والطائفية. والآن الصراع انتقل من مكون مع مكون إلى المكون ذاته، وبذلك لا أستثني كل المكونات من هذا الأمر. إذن الآن يجب للعقل والحكمة ومخافة الله والتقوى أن تقول كلمتها، بدلا عن السلاح، بدلا عن التعنت، بدلا عن لوي الأذرع. لا حل لنا كما حدث في لبنان بعد 15 سنة أو 20 سنة لم يكن لهم سبيل إلا جلسوا على الحوار، إلى مائدة الحوار. لا نجلس بعد أن نعطي الدماء. هذا كلام نوجهه لكل عاقل ولكل شريف. دعني أسأل دكتور إياد العنبر في هذه النقطة، هل سيستخلص سياسيون الدروس والعبر من التاريخ السياسي العراقي وحتى في الشواهد في الجوار العراقي، وبالتالي يذهب إلى الحوار بدل دفع البلاد إلى حافة الاحتراب الأهلي؟ هل يمكن أن نصل لحوار قريب برأيك دكتور إياد؟ يعني أعتقد الكثير من الضوابط قد تدعو إلى الحوار، وأعتقد أن حتى الأطراف السياسية الموجودة مدركة تماما على أن اللعبة الصفرية سوف يكون هنالك خاسر لكل شيء ورابح لكل شيء، لا تريدها أن تصل إلى هذه المرحلة.
يعني هنالك ايضا ضوابط اخرى قد تكون دوليه وقد تكون اقليميه وحتى قد تكون على المستوى الديني، مرجعيه النجف قد تتدخل بهذا الموضوع. ما حدث في لبنان مع كل الاسف لم يكن تجربه، لم يستفيد منه احد، بل خسرت لبنان كثيرا على سبيل المثال الذي استشهد فيه استاذ عداد. بعدهم نفسهم الفرقاء الذين كانوا سبب الفوضى وسبب الحرب الاهليه عادوا مرة أخرى ليكونوا زعماء، وعادوا مرة أخرى لينتجوا نظام مشلول تماما بعد اتفاق الطائف. حقيقة نحن بالتأكيد لا نريد أن نصل إلى هذه المعادلة، نحن بدأنا بالعكس، بدأنا بانسداد سياسي وعجز وفشل تام لنظام سياسي على احتواء صراعات والتنافس السياسي، ولا نريد أن نصل إلى مستوى الحرب الأهلية. لكن حقيقة ربما أن هذه أزمة تلد حلا إذا صح هذا الوصف. هذا الحل عليه الأطراف أن تدرك تماما على أن الصراع سوف يكون الخاسر فيه أو أحد الأطراف، وبالنتيجة انتصار طرف آخر هو ليس بصالح المشهد السياسي، ولن يقبل الآخرون أيضا التعامل مع هذا الواقع ولا حتى إقليميا. أعتقد أن الرهان على هذا الموضوع، بما أن الكثير من خطابات التصعيد لا زالت غير موجودة، وأنا أتحدث عن زعامات وأتحدث عن إمكانية أن يكون هنالك نقاط التقاء، لم نصل إلى مرحلة اللا عودة، ولكننا في مرحلة بداية الصراع. وأعود وأكرر، وأنا قبل قليل كنت أتجول في بغداد، في الكثير من المناطق هي مسيطر عليها، الخوف أن يكون هنالك تمادي في إسفاك الدم، والخوف ايضا ان يكون هنالك تدخل على مستوى رغبات باستعراض السلاح باكثر قوه وفائض القوه كما تحدثت ايضا قبل قليل. هذا خطر تماما، المحافظات التي ممكن ان تشهد صراع شيعي هي محافظات مدمره على مستوى البنيه التحتيه، فشلت كل القوى السياسيه بتقديم منجز لمواطنيها وللشارع، وعلى المستوى الصحي خراب تماما، على المستوى التعليمي أكثر خراب، على مستوى الشوارع والبنى التحتية خاربة تماما، وهذا نتحدث فيه عن شواهد على هذا الموضوع. لا تتحمل هذه البنية دكتور إياد يعني المرجعية الدينية، هل يمكن أن تعيد الأمور إلى نصابها وبالتالي يتم الاستماع إليها في النهاية؟ يعني حقيقة المرجعية هي لديها حضور في الشارع، كما حدث في الكثير من المناسبات في السابق عندما حمت التيار الصدري من مواجهة مع الأمريكان، كان لها دور وحضور قوي بأنه أنزلت الشارع المجتمع والعشائر بحملة وتظاهرة استطاعت أن تحتوي الصراع وأن تخفف من وطأته. قد يصدر بيان من المرجع الأعلى بهذا الشأن، وهو يتدخل عندما يتهدد السلم الأمني، عندما يهدد أمن الدولة. لكن بودي حقيقة أن أجيب على سؤال سألته قبل قليل مهم جدا. ستبقى هذه الأزمة مستمرة، وسيبقى هذا الصراع مستمر، وسيبقى هذا النظام فاشل إذا لم نعد الاعتبار إلى الدستور والقضايا التي تحتاج تعديلات دستورية. إذا اتفق الجميع أن هذا النظام فشل أو على أقل التقادير، دعونا نبقى على نظام البرلمان، لكن يجب تعديل المادة الدستورية التي هي أس المشكلة بالكتلة النيابية، تحديد النيابية الأكثر عددا التي فسرتها المحكمة الاتحادية بأنه من يتحالف. هذا النص حقيقة أنه يعطي إمكانية على أنه يبعد حتى من يحصل على أعلى الأصوات، ويكون هنالك إعلان موت للانتخابات كما حدث في 2010. القائمة العراقية فازت ولكنها لم تستطع من تشكيل الحكومة، تحالف التحالف الوطني الشيعي ضد القائمة العراقية الفائزة بأعلى المقاعد، طيب. وكان هنالك تشكيل حكومة سعاد مالكي. أيضا نفس الشيء في 2018 ضاعت ملامح الكتلة الأكبر وأصبح عادل عبد المهدي ضعيفا، حكومتي هشا أمام تجاذبات الكتل السياسية. الآن بعد انتخابات 2021 أساس المشكلة هو الكتلة النيابية الأكثر عددا، وهذه نقطة مهمة تحتاج إلى تعديل. بالإضافة لماذا يخاف السياسيون من تعديلها دكتور إياد؟ لماذا الخوف من هذه التعديلات الدستورية المطلوبة من أجل استباب الأمن والوضع السياسي في العراق؟ لماذا يعني نحن متأخرين
لإيجاد كل هذه الحلول؟ يعني حقيقة هذا السؤال هو حاله حال الفساد، غياب الإرادة السياسية لإصلاح هذا النظام. بقاء الوضع على ما هو عليه بالتأكيد هنالك مافيات سياسية مستفيدة تماما من ضعف المؤسسات السياسية، من بقاء الدولة فاشلة وهشة، تبقى أنها الجميع في السلطة والجميع في المعارضة ولا يريد أحد أن يتحمل مسؤولية الحكومة، نظام برلماني هجين لا نعرف من الكتلة المسؤولة عن الحكومة، هذا بالنتيجة النهائية، هذا الدستور الهش، إدارة الموارد بطريقة فوضوية، عدم وجود صلاحيات واضحة بين سلطات المركز وسلطات الإقليم، عدم وجود وضوح بإدارة الموارد النفطية وغيرها، والسيطرة على المنافذ الحدودية والإقليم داخل الإقليم الدولة، هذا بالنتيجة بالتأكيد هذه المافيات السياسية مستفيدة منه وتعتقد أنه إعادة الاعتبار إلى الدولة وإلى قوتها بمعنى أن الجميع سيكون خاسر. هذه المعادلة التي هي لا تحتاج إلى الكثير من القرائن لأنها موجودة وواضحة، هنالك من لا، الدستور يحظر السلاح المنفلت والميليشيات، ولكن هنالك أحزاب وكتل سياسية لديها سلاح ولديها حضور مسلح وتسيطر على المجال العام في بغداد وهي تدعي أنها تعمل عمل سياسي، ولذلك لا يوجد احتكام للقانون حتى يتم إعادة الاعتبار للدستور والنظام السياسي يكون عاملا بطريقة صحيحة وتعاد الاعتبار لدولة تحكم باسم القانون. على ذكرك للسلاح وهذا السلاح المنفلت في الداخل العراقي، مقتدى الصدر يعلن إضرابا على الطعام حتى يتوقف هذا العنف واستعمال السلاح. ودعني أسأل سيد أعياد هنا في هذه النقطة، يعني ماذا تعني هذه الدعوة وهل يمكن أن يستجيب لها سرايا السلام على الأقل؟ الشيء الثابت لدى كل العراقيين، التيار الصدري مطيع ومنضبط بشكل يتبعون توجيهات السيد مقتدى الصدر واللجان أو الهيئات التي يشكلها مهما كانت النتائج، وهذه تحسب له ولدينا شواهد فيها كثيرة. وأنا أتوقع هو لم يأمر بفتح النار، لكن سرايا السلام أخذوا على عاتقهم حماية التظاهرات أو المتظاهرين. نقطة أريد حتى لا تبقى في قلبي على هذا الدستور اللي جنابك سألت به أستاذ أياد العنبر. يا سيدي العزيز، هذا الدستور مثل الفساد، الجميع يلعن الفساد، كلهم لا يقبلون على الفساد ولا أعرف من الفاسد، وجميعهم هم يلعنون هذا الدستور ويصفونه بوجود الألغام فيه، وهم الذين شاركوا وأخرجوا كل قواعدهم الشعبية للتصويت عليه بما فيه المتحدث باسم المرجعية الذي طلب من الناس جميعا الخروج بالاستفتاء والإجابة بنعم، وهذا فيديو مثبت للسيد الكربلائي. يا سيد العزيز، هذا الدستور من عجائب الكون فيه إنه إذا ثلاث محافظات اعترضت على أي تعديل أو إلغاء فيه لا تمشي الأمور فيها، وفي هذه حسابات، إذا الكرد لم يعجبهم لديهم أربع محافظات، إدهوك، أربيل، وسليمانية، وحلبجة، ثلاثة منها ما توافق على الدستور على التعديلات لا تمشي. أيضا السنة إذا لم يعجبهم هناك أيضا ثلاث محافظات هي الأنبار، صلاح الدين، الموصل، ولو الموصل تم تزويرها وأعطيت غدرا بأنها وافقت على الدستور، وكذلك المحافظات الشيعية. إذا أيضا نوصل إلى نقطة الاختلاف والمحاصصة والمزاجية وتغليب المصلحة. حتى هذا الدستور الذي شكل خلال شهرين برعاية بريمر، بينما عندما انتهت الحرب الأهلية في أمريكا عام 1772 1788 تم كتابة الدستور الأمريكي بعد 16 سنة، احنا بعد شهرين شكلونا هذا الدستور.
الآن كثيرين يتكلمون يقولون ما وقعنا عليه في هذا الدستور واتفقنا عليه ليس النقاط التي نفسها من واضعين الدستور، ناهيك عن الأشخاص الذين تم قتلهم لمجرد معارضتهم لبعض القوانين.